عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو ده هنكمل فيه الثيرويد. قبل ما اتكلم عن البلاد سبلاي بتاع الثيرويد، عايز بس اتكلم معاكم شوية عن السيرفيسز والبوردرز بتاعة الثيرويد. لما كنا بنتكلم على السيرفيس بتاعة الثيرويد، كنت بقول لك ان اللي قدام ده كده ده الانتيريور سيرفيس، او ممكن يسموه السوبرفيشال سيرفيس، او ممكن يسموه اللاترال سيرفيس بما انه ماشي لاترالي. وكنت بقول ان عندي مثلا، بقول ان ده البوستيريور سيرفيس، الحته اللي ورا دي كده، كنت بقول ان ده الميديال سيرفيس ناحيه الداخل. طيب ده بالنسبه للسيرفيسز، والسيرفيس احنا عارفين هو خط طويل صح، كل دي خطوط طويله مش نقاط. طيب قال لك دايما الثيرويد لها ثلاثه سيرفيسز، فهي لها ثلاثه بوردرز: انتيريور بوردر وبوستيريور بوردر وانفيريور بوردر. بص، الانفيريور بوردر ده لذيذ قوي وسهل قوي. بص كده، شايف الجزء اللي انا ماشي عليه تحت ده كده؟ ده الانفيريور بوردر بتاع الثيرويد. لما تيجي تبص عليه كده تحس ان هو راوندد قوي، يعني ايه اللي هو مش ماشي خط موازي، لا تحس ان هو في ميل كده راوندد. جميل. طب بالنسبه للانتيريور بوردر والبوستيريور بوردر، الانتيريور بوردر هو الخط ده كده والخط ده كده. ايه الانتيريور بوردر بقى ده؟ ليه بنقول عليه انتيريور بوردر؟ بص، مبدئيا الانتيريور بوردر هو شارب بوردر. عشان اشوفه لازم اعمل ايه؟ اخد قطاع في المنطقه دي كده، اخد قطاع في التركيب. هتظهر عندي التركيب بهذا الشكل. بسم الله، ادي التركيب اهي. بص كده، لما اقطع الثيرويد في المنطقه دي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيظهر عندي، المفروض هيظهر عندي اللوبس بتاعت الثيرويد. بص كده، اللوبس هتظهر بهذا الشكل. واللوب الثاني هيظهر عندي زيه بهذا الشكل. بص كده، شايف النقطة دي كده؟ دي اللي احنا بنسميها الانتيريور بوردر. وصفولي، هتقولي هو ماشي ما بين اللاترال او الانتيريور سيرفيس ده كده وبين الميديال سيرفيس. شكله شارب شارب. طيب بص كده، النقطة دي كده دي البوستيريور بوردر. البوستيريور بوردر، البوستيريور بوردر لو اولا راوند زي ما انت شايف كده، موجود ما بين البوستيريور. بص شايف الحته، بص احنا ممكن نقول عليها هنا او تقول لي هي المنطقه دي كده. قال لك هو يا اما يكون ما بين الميديال بوردر والبوستيريور بوردر، او يكون ما بين اللاترال بوردر والبوستيريور بوردر. في كتب بتكتبه كده، في كتب بتكتبه كده، يعني شوف انت عايز تقوله زي ما انت عايز تقوله. بيقول لك ان يعني المميز في الجزء بتاع البوستيريور بوردر ده ايه؟ ان الباراثيرويد جلاند لغدد جارات الدرقيه تبقى موجوده في المنطقه دي كده، فبتكون قريبه من البوستيريور بوردر بتاع الجلاند. بس طيب، دي الجزء اللي انا كنت عايز اتكلم عنه قبل ما اتكلم عن البلاد سبلاي. بالنسبه بقى للبلاد سبلاي، supply of thyroid، قبل ما اتكلم على البلاد سبلاي انا عايز افكركم بس شكل الثيرويد او الثيرويد. كل ما كنت عاوز ارسمه كنت برسم ايه؟ كان ده عندي، بسم الله، ده كده كان ثيرويد كارتلج. وده الكريكويد كارتريدج، وتحته هنا طبعا كدي تركية، وورا التركية كان بيظهر عندي الأسوفكس. تمام. كان في فوق هنا بون كنت بسميها الهايويد بون. تمام. بص انا عايز ارسم كده من بنين سريع ما بين الهايويد والثايرويد بهذا الشكل. اسمه ايه ده؟ الممبرين ده كده، ثايروهايويد ممبرين. طيب فين الثايرويد بقى؟ ثايرويد جلاند، هذا الثايرويد جلاند كده هنا في المنطقة دي كده.
نفتكر بقى حاجة مع بعض. حد فاكر الأورطة؟ يعني اللي فاكر الأورطة والبرانشات بتاعته. كان الأورطة له 3 برانشات، أدا أول برانش، أدا البرانش التاني، أدا البرانش التالت. تعالوا كده نفتكرهم. كان الأول ده اسمه البريكيوسيفاليك، التاني ده كان اسمه الليفت ليفت كومان كاروتيد، وده كان اسمه ليفت سب كليفي. كنت بقول لك ان البريكيوسيفاليك ده بيطلع بعد كده ينقسم مرة أخرى إلى رايت سب كليفيان ورايت كومن كاروتيد بهذا الشكل، تمام؟ كنت بقول لك إن الكومن كاروتيد سواء كان رايت أو ليفت بيطلع بالطريقة دي كده، يمشي في طريقه لحد ما يلاقي لنفسه جزء ينقسم فيه إلى external carotid و internal carotid. أنا هاخد الاكسترنال كاروتيد وبيده معايا لفوق كده، تمام؟ بقى ده ايه؟ ده الاكسترنال كاروتيد، وده المقطوع ده الانترنال كاروتيد، وده السبكليفيان هنا، ده السبكليفيان هنا، سبكليفيان كومان كاروتيد. تعالى بقى نتكلم على الارتيريال سبلاي بتاع الثايرويد جلاند. اولا الارتيريال سبلاي لها سوبيريور ثايرويد ارتري ولها انفيريور ثايرويد ارتري، ده مبدئيا. السوبيريور ثايرويد ارتري بيطلع من الاكسترنال كاروتيد، والانفيريور ثايرويد ارتري بيطلع من السب كليفيان، برانش من برانشات السب كليفيان. اوكي، طيب لما اقول لك السوبيريور ثايرويد ارتري يوصف، قال لك بيطلع من الفرنت بتاع الاكسترنال كاروتيد ارتري هذا الشكل. بيقول لك المكان اللي بيطلع منه فيه ده، كنا زمان يعني زمان كنا لما بنيجي نقسم النك عشان نتعرف عليه كنا بنقسمها الى تراينجلز، تراينجلز بمجموعه من المسلز كده في النك، بتقسم النك الى تراينجلز. انا مش محتاج ان افكرها لك، انا عايز اقول لك بس ان التراينجل اللي كان بيتواجد فيه الفيزل كان بيتسمى على اسم الكاروتيد، ده كنا بنسميه الكاروتيد تراينجل. مجموعه من المسلز بتحيط بالفيزلز بنسمي المنطقه دي الكاروتيد تراينجل. اوكي، قال لك اول ما بيعدي وعايز يروح للثايرويد صح، فقال لك يوم معدي تحت المسلز اللي احنا كنا راسمينهم هنا تحديدا، واهم مسل منهم الانفرا هايويد مسلز، شايف دول كده المسلز اللي كانت بتنزل تحت الهايويد، هو عايز ينزل، هو موجود في المنطقه دي كده عايز ينزل تحت يروح للثايرويد، فيعدي تحت المسلز دي عشان يروح للثايرويد. تمام، اهو نزل كده بهذا الشكل لحد ما وصل للابر بول بتاع الجلاند، دخل جوه الجلاند واداها سيفرال جلانديولار برانشز. تمام، اثناء ما هو ماشي في الكورس بتاعه بقى قال لك كان جنب الاكسترنال كاروتيد هنا، كنت بقول لك كاروتيد شيس، كان ماشي جنبه هنا الفيجاس نيرف، يعني لو حد فاكر كان في فيجاس نيرف كده. قال لك الفيجاس نيرف ده ما بيسيبش الحاج بتاعنا ده يمشي لوحده، ما ينفعش يسيبه يمشي لوحده، قال لك بيقوم مدي برانش كده يمشي معاه. البرانش ده انا يعني ذكرت اسمه المره اللي فاتت عارضا، كان اسمه السوبيريور لارينجيال. السوبيريور لارينجيال ده بيجي ينقسم الى 2 برانشز، بص كده برانش يقوم داخل يخترق الثايرويد ممبرين، وبرانش ينزل 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 يعدي ورا الجلاند عشان اريح العضله موجوده هنا كده، العضله دي ماسكه ما بين الكريكويد والثايرويد، كان اسمها الكريكوثايرويد ماسل، كريكو ثايرويد ماسل. نسمي بقى اسماء النيرفين اللي ظهروا عندنا دلوقتي، اللي فوق ده اسمه دخل اللارنك صح، يبقى اسمه انترنال لارينجيال،
طب اللي تحت ده اللي ما دخلش اللارنكس يبقى اسمه اكسترنال لارينجيال. يبقى كده لما اقول لك الكورس بتاع السوبيريور ثايرويد ارتري هتقولي في البدايه كان ماشي مع السوبيريور لارينجيال برانش، بعد كده كمل مع الاكسترنال لارينجيال برانش، عدوا عند الابر بول بتاع الثايرويد جلاند، في حين ان الاكسترنال لارينجيال برانش راح يدي نيرف سبلاي للكريكو ثايرويد ماسل، والبرانش الاخر اللي كان اسمه الانترنال لارينجيال برانش ده راح يدخل جوه اللارنكس عشان يدي الابر بارت بتاعها نيرف سبلاي. طب يعني خلاص كده هو سكت؟ قال لك لا، ما هو ما ينفعش. قال لك اقوم انا ادي برانشات بقى ليا. ايه البرانشات بتاعت السوبيريور ثايرويد ارتري؟ بص كده معايا، اول برانش برانش بيمشي تحت الهايويد، فقال لك نسميه ايه؟ انفرا هايويد برانش. برانش تاني يمشي مع الانترنال لارينجيال نيرف، ده كده نسميه ايه؟ قال لك ده هسميه، حط لك الاسم، حط لك الاسم فين؟ ماشي، نسميه سوبيريور لارينجيال لانه رايح هيغذي الابر بارت بتاع اللارنكس بالبلاد سبلاي. طب بص كده، مش كان في نيرف مشي اهو، شايف النيرف ده كده اللي كان رايح يغذي الكريكو ثايرويد؟ قال لك اديله برانش يمشي معاه بالمره، نيرف تو كريكو ثايرويد. جميل. مش بس كده، لا ده هو هيروح يغذي عضلة تانية. بص كده، كان شايفك ايه العضلة اللي كان اسمها الاسترنوماستويد دي كده؟ هيروح يغذي الاسترنوماستويد، نيرف تو استرنوماستويد، بالإضافة للجلانديولار برانشز بتاعته اللي هيغذي بها الجلاند. تمام، يبقى أنا كده طلعت منه كام برانش؟ طلعت منه الإنفرا هايويد برانش، طلعت منه السوبيريور لارينجيال برانش، طلعت منه البرانش أو النيرف تو الكريكو ثايرويد، طلعت منه البرانش بتاع الاستيرنوماستويد، وأخيرا الجلانديولار برانشز اللي بيغذي بها الجلاند. تمام، ده بالنسبه للسوبيريور ثايرويد ارتري. طب بالنسبه للانفيريور ثايرويد ارتري، طبعا في زي ما كان في سوبيريور ثايرويد ارتري الناحيه دي، اكيد في سوبيريور ثايرويد ارتري جاي من الناحيه التانية اهو. بص كده، انا طبعا قاطع ده كملته بس فوق اهو، ده السوبيريور ثايرويد ارتري اللي نازل من الناحيه التانية عشان يغذي الجلاند بهذا الشكل. بص بيقول لك ان السوبيريور ثايرويد ارتري ده والسوبيريور ثايرويد ارتري ده لما بيعوزوا ان هم يتقابلوا يعملوا ايه؟ قالك بيقوم نزلين برانشات كده تمشي على الميديال سيرفيس بتاعت الجلاند، يقوم قابلين بعض فوق الاثمس بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده. عشان كده لما اقول لك الريليشن بتاعت او السوبيريور ريليشن للاثمس، هتقول لي بالاضافه للبيراميدال لوب الارتيريال سبلاي او الجانكشن او الانستموزس ما بين التو سوبيريور ثايرويد ارتريز بتكون موجوده في المنطقه دي. ادي اول حاجه. طيب خد بقى معايا حاجه ثانيه، البرانش التاني او الارتري التاني اللي كان اسمه الانفيريور ثايرويد ارتري. الانفيريور ثايرويد ارتري بص كده معايا، بيطلع من السبكليفيان طبعا، او من السبكليفيان اللي هنا، بس انا يعني عشان ما اضغطش الرسم هعمل لك الحاجات بتاعتي كلها هنا. بيطلع من السبكليفيان برانش او ترانك اسمها الثايرو سيرفايكال ترانك. من الثايرو سيرفايكال ترانك ده هيطلع الانفيريور ثايرويد ارتري بهذا الشكل ده كده، الانفيريور ثايرويد ارتري. لو جينا نفتكر كده، لو قلت لك ان ده كان الفيرست ريب اهو، بسم الله، طبعا كان بيعدي فوقه الارتري بتاع اللي هو السبكليفيان، وكان بيطلع من السبكليفيان عضله كده من سكالاين تيوبركل كان اسمها الاسكالينس anterior muscle، دي كده كالينوس anterior. قال لك بيمشي، لما تيجي تبص كده على الانفيرير ثيرد ارتر تحس ان هو ماشي ميديال للسكالينوس anterior، بيقدر انه ماشي ميديال كده ويطلع فوق ابورد
لحد الليفل بتاع سي 6. سي 6 ده بتعرف باسم التيوبركل او الكاروتيد تيوبركل، لو انت عايز تسميها اسم اخر اسمها الكاروتيد تيوبركل. ليه بيسموها كاروتيد تيوبركل؟ قال لك لان عند الليفل ده بيكون الفقره رقم 6، لو دخلت معايا دي الفقره رقم 6 بيكون الترانزفيرس بروسيسز بتوعها في المنطقه دي كده، بيجي الكاروتيد ارتري يبقى قدام الترانزفيرس بروسيس في المنطقه دي كده، ووراه مباشره الفيرتبرال ارتري داخل البروسيس. فقال لك المنطقه دي جزء البون بتاع الترانسفيرس بروسيس اللي بيفصل ما بين الفيرتبرال ارتري جوه والكاروتيد ارتري قدامها بنسميها الكاروتيد تيوبركل، محددا بالفقره رقم 6 السيرفايكال فيرتبري رقم 6 سي 6. اوكي، اقول لك الانفيرو ثيرد ارتري بيطلع ميديال سكالنس انتيرير لحد ما يصل الليفل بتاع الكاروتيد تيوبركل او الليفل بتاع سي 6، بعد كده يبدا ينحرف عشان ينزل. هينزل بقى فين؟ بص كده، هو طلع اهو وهو نازل، نازل ناحية البوستيرير بوردر بتاع الجلاند بهذا الشكل لحد ما يوصل للانفيرير لوب بتاعها، يقوم داخل جوه الجلاند ومنقسم جواها إلى عدة برانشات جلاندولار برانشز. طيب ده الكورس بتاعه، لكن أنا لو عايز أتكلم بقى على البرانشات بتاعته، قال لك بص هو ما بيمشيش كده ساكت. أولا هو نازل هنا صح، يقوم يديك إيه شوية ماسكولار برانشز كده للماسلز اللي كانت في الفرونت هنا، الانفراهيويد ماسلز، مجموعة الماسلز دي كده، يقوم يديك شويه ماسكولار برانشز لمجموعه المصل ده اول برانش. بص هو ماشي في الكورس بتاعه يلاقي نفسه ماشي في السيرفايكال ريجون، يقوم عامل ايه؟ يقوم مديك برانش طالع لفوق كده، نسمي البرانش ده ايه؟ طالع لفوق نسميه اسندنج سيرفايكال، ده طالع وبيغذي السباينال كورد في السيرفايكال ريجون. بس كده؟ لا ما يكتفيش، مش ده كان بيدي superior laryngeal اهو، ده كان superior laryngeal، قال لك طب ما اديش انا inferior laryngeal ليه يعني وانا وحش؟ اهو يقوم مدي inferior laryngeal. مش بس كده، inferior laryngeal ده هيغذي اللور بارت بتاع larynx. طيب يقوم مديك برانش تاني يروح للاسوفيجس، اسوفيجس اسوفيجيال، يوم يديك برانشات تروح للفارينكس اللي فوق الاسوفيوس فارينجيال برانشز. في جلاندولار برانشز هيغذي بها الجلاند من جوه. يبص كده هو ماشي، مش هو كان ماشي عند البوستيور بارت بتاع الجلاند، فقال لك يلاقي الغدد جارات الدرقيه البارا ثايرويد جلاندز في المنطقه دي كده او في المنطقه دي كده. بص كده تخيل معايا ان ده ده الانفيرير ثايرويد ارتري، يروح جاي مدي البارا ثايرويد جلاند بلاد سبلاي للبارا ثايرويد، بارا ثايرويد. بص كده شوف معايا ادى كام برانش، اول برانش اداه الاسندنج سيرفايكل، تاني برانش اداه ادى ماسكولار برانشز، تالت برانش الانفيرير لارينجيال، رابع برانش وخامس برانش الاسوفيجيال والفارنجيال واللارنجيال برانشز، بعد كده البارا ثايرويد برانش رقم 6، الجلاندولار برانش للثايرويد نفسها رقم 7، كده 7 برانشات. هتلاحظ بقى ان ايه البرانشات اللي انت شايفها قدامك دي كلها في عندي انستموزس ما بين السوبيرو ثايرويد والانفيرو ثايرويد مع بعض. اخر برانش معايا من البرانشات اللي بتغذي الثيرويد برانش صغير جدا، وقال لك ممكن يكون مش موجود عند بعض البشر، اسمه الثيرويد دائما. الثيرويد دائما ده انا هعمله باللون الاسود بس عشان يبقى واضح معاكم. بص كده قال لك بيطلع كده في المنطقه دي من هنا كده، ده كده ثيرويد دائما ارتري، يطلع ويدي اللور بورت بتاع الاثموس بهذا الشكل، اسمه ايه ده؟ ثيرويد إما أرتري. ده يعتبر البرانش رقم 4 من برانشات الأورطة واللي أغلبكم ما سمعش عنه قبل كده واللي سمع عنه نسي. 1 2 3 4، 4 برانشات الأورطة. بعض الناس بيكون الثيرويد إما مش موجود عندهم، أيوه في بعض الناس الثيرويد إما مش موجود عندهم. هو مجرد برانش صغير بيطلع بس عشان يغذي من اسمه ثيرويد، رايح للثيرويد الاسم بتاع الثيرويد. وده البرانش رقم 3. طيب ده بالنسبة للبلاد سبلاي، طبعا الرسمة بتاعت البلاد سبلاي اتعكت. تعالى نرسم بقى رسمة تانية للفينوس درينج.
بص كده معايا، ادا الثايرويد جلاند بقى، مش محتاج ان انا اقعد ارسم التراكيه والكلام ده، ادخل على الثايرويد على طول. ادي رايت لوب وليفت لوب بتوع الثايرويد. بص كده اللي فاكر يعني الفينوس درينج، كان عندي حاجه اسمها السوبيريور فينا كيفا. السوبيريور فينا كيفا ده كان بيتكون من اتحاد تو فينز، ادا فين وهذا التاني، ده كان اسمه بريكيوسيفاليك ليفت بريكيوسيفاليك او ليفت انومينيت، وده كان اسمه رايت بريكيوسيفاليك او رايت انومينيت. كل بريكيوسيفاليك كان بيتكون من ايه؟ من جاجولار انترنال جاجولار وساب كليفي، انترنال جاجولار وساب كليفي، ده انترنال جاجولار وده سب كليفيان، سواء كان الليفت او الرايت، وده السوبيريور فينا كيف. تعالى بقى نشوف النيرف او سوري الفينوس درينج بتاع الجلاند. قال لك بص كده، في ثلاثة فينز من كل ناحية، ثلاثة فينز من كل لوب، سوبيريور ثاي رايت. سوري ميدل ثايرويد inferior thyroid، ده middle thyroid وده inferior thyroid. superior thyroid زي ما انت شايف كده بيطلع عند الابر بول بتاع الجلاند، ماشي مصاحبا للسوبيريور ثايرويد ارتري، سوبيريور ثايرويد ارتري بيروح يصب في الانترنال جاجولار فين. طيب سواء كان على الرايت او على الليفت سايد. الميدل ثايرويد ارتري بيطلع قريبا من البيز بتاع الجلاند وبيروح برضه يصب في الانترنال جاجولار. الانفيريور ثايرويد ارتري بيطلع من عند الاثمس، من اللور بورت بتاع الاثمس، بيروح يصب فين؟ قال لك بص، هما لو كانوا اتنين زي ما انت شايفهم كده، قال لك كل واحد منهم بيروح يصب في البريكيوسيفاليك فين المقابل له، او ممكن يتحد الاتنين مع بعض وينزلوا يصبوا في البريكيوسيفاليك اللي موجود تحتهم. ايه البريكيوسيفاليك اللي ماشي تحتهم؟ الليفت بريكيوسيفاليك، فيتحد الاتنين مع بعض وينزلوا يصبوا في الليفت بريكيوسيفاليك مباشره، بدل ما ده ينحرف كده ويمشي الطريق ده كله عشان يروح يصب في الرايت بريكيوسيفاليك. اخر حاجه بقى الليمف درينج، دي الثايرويد انا قلت ان الثايرويد موجوده قدام ايه؟ قدام التركيه، المفروض التركيه وراها المنطقه دي. دي التركيه ماشي، التركيه اللارينجز، وهنا المفروض تحت كده الاسترنو. الليمف نودز اللي موجودة عندي، قال لك في ليمف نودز موجودة قدام التركية، في ليمف نودز موجودة جنب التركية، في ليمف نودز موجودة جنب الاسترنم، في ليمف نودز موجودة ورا الاسترن. تعالوا كده نسميهم اللي جنب التركية بارا تراكية ليمف نودز، طب اللي موجودة قدام التركية اسمها بري تراكية.
طيب اللي موجودين جنب الاسترنم، سوري خلينا نكتبهم هنا، بارا استرنال، واللي موجودين ورا الاسترنم بنسميهم ريترو استرنال. قالك بص، الجلاند يا اما يروح منها للبارا تراكيل او للبري تراكيل، للبارا تراكيل او للبري تراكيل، او تنزل تروح للبارا استرنال او للريترو استرنال. بس قالك لو يعني راحت للبارا تراكيل او البري تراكيل، دول في الاصل او في النهايه يعني هياخدوا بعضهم ويروحوا يصبوا في حاجه اسمها اللور سيرفايكال ليمف نودز. بس كده احنا خلصنا، اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.